انظر يا ابني عبد الرزاق، أولا لابد أن تعلم أن الطيب للمحرم من محظورات الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث ابن عمر في الصحيحين: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. ثم قال في نهاية الحديث: ولا يمس ولا يلبسن ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وهذا إجماع أن المحرم يحرم عليه الطيب، وعليه من تطيب وهو محرم فعليه أولا أن يزيل هذا الطيب، وعليه كفارة الأذى إذا كان عامدا لذلك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين في الحرم أو يذبح ذبيحة في الحرم، يختار من هذه 3 ما يستطيعه. أما من وضع الطيب ناسيا أو جاهلا فإنه يزيله ولا شيء عليه، لقول ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما في الحديث الصحيح. هذا بالنسبة لمسألة الطيب. طيب، انتهى من العمرة ولم يحلق أو يقصر. أولا، الحلق أو التقصير في العمرة واجب من واجبات العمرة، ويكون عند الحلاق وليس من هذه المقصات التي يستخدمها الناس ويأخذون شيئا لا يكاد يذكر من شعرهم، إلا المرأة فإنها تأخذ قدر أنملة من ضفائر، تجمع شعرها جميعا وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. إذن فالحلق والتقصير واجب، والحلق أفضل، لأن الله بدأ به: محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي دعا للمحلقين 3 كان في الحديث الصحيح، والمقصرين 1 فمن نسي الحلق أو التقصير وخلع إحرامه فهذا لا يزال محرما، فيلبس إحرامه ويذهب إلى الحلاق ويحلق أو يقصر. فإن مس طيبا وإن جامع أهله فحجه فعمرته صحيحة، وعليه ذبح شاة بمكة. ومن مس طيبا أو لبس مخيطا فعليه صيام أو صدقة أو نسك، كما ذكرنا في مسألة من مس طيبا وهو محرم. هذا بالنسبة لما تفضلت بذكره من مسألة الحلق أو التقصير، فلابد أن يأتي به أن يأتي به. ومن أجل هذا قلنا لبعض الناس الذي ينتهي من العمرة ثم يذهب إلى جدة يقول لك: سأحلق في الطريق، فينسى، فنقول له: احلق وأنت في مكانك أفضل، هكذا السنة. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، واحفظ سيارته وارزقني بره يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تم تحرير صوتيا في ظهيرة يوم السبت 90 من جمادى الأولى 43 و400 ألف من اجتماع عدنان عليه الصلاة والسلام.